ما هي خطط كييف للتعامل مع التعامل مع هذا الواقع الجديد الذي فرضته روسيا؟ 4 أقاليم اليوم باتت تحت سيطرة الاتحاد الروسي أو تابعة للاتحاد الروسي. ما هي التصريحات الأوكرانية بهذا الصدد؟ نعم، بالفعل يرى على ما يبدو بأن الجانب الأوكراني مصمم ربما على استعادة السيطرة على المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية خاصة، وأن هنالك تصريحات من عدة مسؤولين أوكرانيين كان أهمها أندريي يارمك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، قال بأن قوات بلاده مصممة على تحرير باقي الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية سواء في المناطق الجنوبية أو في المناطق الشرقية، وخاصة ربما يأتي هذا الرد بضم 4 مناطق أو التصديق على ضم 4 مناطق، يأتي الرد من قبل الجانب الأوكراني في عملياته المضاد وتحديدا العمليات التي يقوم بها الجيش الأوكراني في جنوبي البلاد وتحديدا مدينة خرسون، حيث أعلن الجيش الأوكراني أنه استعاد السيطرة على ما يقارب 8 بلدات أهمها كانت بلدة ميخاليفكا، وهذه البلدة التي تقع غربي نهر دنيبر، لكن هنالك ربما يكون إعاقة بالنسبة للجانب الأوكراني حسب ما يعلن بأن الجيش الروسي قصف عدة طرق حيوية في الجبهات الجنوبية وفي مدينة خرسون تحديدا، خاصة وأن مدينة خرسون يفصلها نهر الدنيبر، يفصل شقها الشمالي وشقها الجنوبي، ربما تكون هنالك إعاقة بالنسبة للجيش الأوكراني في الدخول إلى مدينة خرسون. كذلك الأمر بالنسبة للمناطق الشرقية وتحديدا بعد سيطرة القوات الأوكرانية على منطقة ليمان، يقول حاكم مدينة لوهانسك بأن الجيش الأوكراني سوف يدخل إلى الحدود الإدارية لمقاطعة لوهانسك، لكن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قالت بأن الجيش الروسي في المتواجد بحدود مدينة ليسيتشانسك بالقرب من منطقة لوهانسك قصف الجسور والطرق الحيوية لإعاقة تقدم الجيش الأوكراني في هذه المقاطعات. كذلك أيضا يقول الجيش الأوكراني بأن الجيش الروسي كثف ضرباته الصاروخية على محور بخمود، وهو المحور المهم والاستراتيجي بالنسبة للجانب الأوكراني. على ما يبدو بأن هذا ما يدور في الميدان هو رد على هذه الإجراءات من قبل الجانب الروسي، خاصة وأن الرئيس الأوكراني قال أنه لا مفاوضات في ظل وجود الرئيس الروسي الحالي، وصادق على هذا القرار بأنه لن يكون هنالك مفاوضات مع الجانب الروسي. لكن على ما يبدو وفقا للمراقبين فإن الحرب متجهة نحو تصعيد أكثر، خاصة بعد تصميم الجيش الأوكراني على ربما استعادة كافة الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية، وكذلك بعد المصادقة على ضم هذه الأراضي وأن تصبح أراضي في قوام روسيا الاتحادية.